عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ جاهزين نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض محاضرتنا في الاسبوع الثالث لمادة الادفرتايزنج مانجمنت، وهنبدأ المحاضرة بتاعتنا اللي احنا نراجع على الاساينمنت اللي مطلوب في السابع، يعني بناء على طلب الزملاء. الديو ديت الاساينمنت النهارده الساعة 11، فانا زي ما رتبت مع دكتور ان احنا ان شاء الله تعالى هنبدا الاساينمنت ديو ديت بكره الساعه 11. فباذن الله تعالى بكره الديو ديت بتاع الاساينمنت الساعه 11. فيا ريت اللي لسه ما ابتداش في الاساينمنت عشان خاطر الوقت، ويا ريت كمان يعني اللي خلص الاساينمنت وعايز يراجع عليه او عايز يزود او ينقص يعني بعض الحاجات يدخل مره تانية يعمل ابديت. معاكم ميعاد لغايه بكره، بكره الميعاد النهائي للاساينمنت. طب ده ليه؟ عشان خاطر انا هسلم الدرجات الثلاث، يعني طبقا لتعليمات الاكاديميه ان المفروض الدرجات السابعه تسلم قبل العيد يوم الثلاث ان شاء الله هنبعتها، فعشان كده اخر ميعاد يوم الاثنين، مش هينفع ناخر على الاثنين. طيب الاساينمنت هو يعتبر السابع وبالتالي عليه 30 درجه، فما تستهونوش بالاساينمنت. عليه 30 درجة زي الامتحان بالظبط بتاع السابع. يعني احنا لما كنا في الجامعة في يعني في الأيام العادية كان حضرتك بتمتحن كلوزد بوك اكزام، قافل كل حاجة وبتحل المسألة أو بتحل الامتحان اللي عندك. طيب احنا النهاردة في الأونلاين، احنا النهاردة الدنيا كلها مفتوحة، وبالتالي أنت تحت إيدك إنترنت، تحت إيدك ماتيريالز، تحت إيدك كتب، تحت إيدك باوربوينتس، تحت إيدك كل حاجة خاصة بالمادة. وبالتالي الامتحان الاوبن بوك بيختلف اختلافات جذريه عن امتحان الكلوزد بوك، ودي بس النقطه اللي لازم تبقى انتوا فاهمينها. الاوبن بوك انت معاك كل حاجه، فطبيعي جدا ان الامتحان مش هيبقى دايركت، طبيعي ان الامتحان هيبقى فيه شويه تفكير، شويه تخيل، شويه ابداع، على عكس الامتحانات الكلوزد بوك. فالكلوزد بوك ممكن يجي لك سؤال مساله تحلها، او ممكن يجي لك تعريف تعرف مثلا يعني موضوع معين، او ممكن تيجي لك على سبيل المثال ترو فولس او ام سي كيو. كل الكلام ده فاليد في الامتحانات الكلوزد بوك، ولكن الامتحانات الاوبن بوك حاجه تانية خالص، ولازم تتعودوا على كده. الامتحانات الاوبن بوك بيعتمد اكتر على التخيل، على التفكير، فطبيعي ما بتبقاش اسئله مباشره، بتبقى اسئله غير مباشره. ممكن يجي لك كيس ستادي، ممكن يجي لك مساله زي اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، ممكن يبقى في صوره بحث، في صوره بروجكت، كل دي كلها امثله للاوبن بوك. واضح؟ فانتوا لازم تبقوا فاهمين ان الكلوزد بوك يختلف اختلاف جذري عن الاوبن بوك. طيب بالنسبه للكيس بتاعتنا، احنا عندنا مسالتين. السؤال الاول عليه 15 درجه، والسؤال الثاني عليه 15 درجه، وبالتالي انت عشان يعني تنجح او عشان حتى تقفل الامتحان لازم تجاوب على السؤالين. طيب السؤال الاولاني عليه 15 درجه عباره عن شورت كيس ستادي، كيس ستادي صغيره كده حوالي 15 سطر لشركة بيبسي، فبيتكلم على بيبسي. طبعا بيبسي زي ما انتم عارفين هي بتعتمد على يعني المنتجات الخاصة بالكولا، وبالتالي في عندها انواع كتيرة. في عندها بيبسي دايت اللي هي زيرو كالوري، وفي عندي بيبسي العادي اللي احنا بنشربه او معظمنا بيشرب البيبسي العادي. فهنا بيتكلم على انواع مختلفة من المنتجات بتاعت البيبسي، ولكن في جميع الاحوال بيبسي عبارة عن سوفت درينك كلنا عارفينه وكلنا جربناه وكلنا اشتريناه. فهو بيتكلم على شركه احنا عارفينها، يعني هو مش جايب لك كيس ستادي عن شركه غريبه، ده بيتكلم على شركه بيبسي. فبيتكلم عن شركه بيبسي، بيشرح شويه عن السيجمنتيشن والتارجتنج والبوزيشننج بتاع شركه بيبسي. طيب وبعد كده سالك سؤالين، فانت ستيب نمبر 1 لازم تقرا الكيس ستادي ولازم تفهمها كويس قوي عشان تعرف تحل المسائل. فهم عباره عن سؤالين، سؤال بيتكلم على الكونسيومر بيهيفير والفاست موديل، وسؤال بيتكلم على السيجمنتيشن والتارجتنج والبوزيشننج. هما سؤالين بس، انا عشان اجاوب على السؤالين لازم ابقى انا فاهم الكيس ستادي. فستيب نمبر 1 لازم تقرا كيس ستادي، لازم تعايش او تستوعبها تماما وكانك عايش الكيس. لازم هقفل المايك، كل الناس بس تقفل المايك لغايه لما اخلص الشرح، وبعد كده هفتح المايكس عشان لو حد عنده اسئله. فانا قفلت المايكس، ويا ريت ما حدش يفتح المايك عشان بس النويز. وبعد ما اخلص الشرح بتاع الاساينمنت هنفتح باب الاسئله، اللي عنده سؤال حابب يعني يسال نجاوب عليه. على فكره انا عامل محاضره مخصوص عشانكم مراجعه،
يعني الناس على الجروب امبارح طلبوا مننا نعمل مراجعة، وفي نفس الوقت دكتور شريف كلمني امبارح عشان خاطر يعني الطلبة، فانا عامل النهاردة كلها عشانكم يعني زي ما هنشوف مع بعض. طيب فنرجع مرة تانية، يبقى الكيس ستادي، الكيس ستادي هنقراها كويس جدا، هنستوعبها كويس جدا، هنفهم ايه الكلام اللي مكتوب فيها. طب بعد ما نقرا الكيس ستادي طبعا هتلاقي بيتكلم على بعض الجيوغرافيك لوكيشن زي مثلا امريكا الجنوبيه، بيتكلم عن نوعيه معينه من الكاستمرز زي مثلا التينيجرز او البيبي بومرز، بيتكلم يعني انت من قراءتك للكيس ستادي هتبتدي تطلع منها بعض المعلومات، بعض المعلومات اللي ليها علاقه بالسيجمنتيشن، بعض المعلومات اللي ليها علاقه بالتارجتنج والبوزيشن. ممكن بس نقفل المايك، مين اللي فاتح المايك يا شباب؟ يا ريت ما حدش يفتح المايك يا شباب. طيب تاني، وبالتالي من خلال قراءتنا للكيس ستادي هنعرف نطلع بعض النقاط اللي هتفيدني في الجزء الاناليسز اللي احنا هنتكلم عنه. طب نقرا السؤال مع بعض، الاسئله اللي موجوده. السؤال الاولاني بيقول لك evaluate the segmentation and the targeting variables that Pepsi should consider. ال segmentations criteria اللي انا على اساسها هقسم السوق. احنا طبعا خدنا انواع مختلفه للسيجمنتيشن وشرحنا الكلام ده، اتكلمنا على الجيوغرافيكال سيجمنتيشن، اتكلمنا على الديموغرافيكس، اتكلمنا على البيهيفيرال سيجمنتيشن، اتكلمنا على انواع مختلفه من السيجمنتيشن. وحتى الفصل الخامس بيتكلم برضو بيكمل موضوع السيجمنتيشن، هنقراه مع بعض النهارده بحيث يكمل لك الرؤيه اللي خاصه بالكيس ستادي. فالسيجمنتيشن والتارجتنج انتوا خدتوهم في ماركتنج مانجمنت وماركتنج برنسبلز وكمان في ماده الاي ام سي، وبالتالي الناس كلها فاهمه يعني ايه سيجمنتيشن وتارجتنج، مش جديده علينا. فهنا بيقول لك evaluate the segmentation and the targeting variables that Pepsi should consider in its advertising. يعني لما تيجي شركه بيبسي تعمل اعلانات، احنا قلنا ان الاعلان هو وسيله من خلالها اوصل للمستهلك او اوصل للاودينس اللي انا بخاطبها، ولكن الاودينس اللي انت بتخاطبها انت بتخاطب سيجمنت معينه، مش بنعمل اعلان لكل الناس. فانت ممكن تعمل اعلان مثلا للفيميلز فقط او تعمل اعلان للميلز فقط. اتخيل مثلا انا عندي حاجات كوزماتكس او عندي ملابس حريمي، فانا الهدف الاساسي من الحمله الاعلانيه اللي انا اوصل للتارجت اودينس اللي هم الفيميلز عشان خاطر اخاطبها بالمنتج اللي انا ببيعه. فانت لما تيجي تعمل حمله اعلانيه احنا مش بنعمل اعلان لكل الناس، وشرحنا الكلام ده قبل كده. وبالتالي لازم ابقى في البدايه قبل ما اصمم الاعلان لازم بعمل ماركتنج ريسيرش، لازم بحدد ويتش سيجمنت اللي انا هستهدفها، لازم احدد الكرايتيريا او الكاركترستكس بتاعه السيجمنت اللي انا هستهدفها، وعلى اساس كده ابتدي اصمم الاعلان بحيث اخاطب السيجمنت بنفس اللغه اللي هي متعوده تسمعها، بحيث شكل المنتج وتصميم المنتج وشكل الاعلان اللي انا حاطه يبقى ماشي مع العقليه بتاعه السيجمنت. وشرحنا الكلام ده المحاضره فيها بالتفصيل لما اتكلمنا بقى على الجزء الايموشنال والجزء يعني الاناليتيكال، على حسب انت بتخاطب حد عاطفيا ولا بتخاطب حد عقلانيا، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل في المحاضره السابقه. فهنا بيقول لك evaluate the segmentation and the targeting variables that Pepsi should consider in its advertising when it narrows its marketing offers for regular Pepsi Cola to soda drinker younger than 25 years. وبيتكلم على اللاتين بيبول، بيتكلم على الأفارقة، وبيتكلم على الأمريكانز and sport fan. طيب عشان اعمل حاجه زي كده اعمل ايه؟ ستيب نمبر 1 لازم ابقى فاهم الكيس ستادي، شرحنا الكلام ده. ستيب نمبر 2 لازم احدد السيجمنتس اللي انا هخاطبها. طيب هنا بيقول لك اللي انا يعني هو حتى مغششك شويه، بيقول لك نتخيل انا هعمل حمله الاعلانيه عشان خاطر اشجع الناس اللي هم يبتدوا يعني يشتروا مثلا المنتجات بتاعه بيبسي، يعني خصوصا الناس اللي اعمارها اقل من 25 سنه، اتكلم على التينيجرز بصفه عامه. لان تخيل انا هعمل اعلان مثلا لامريكا اللاتينيه، ممكن تكون امريكا اللاتينيه مثلا بتتكلم باللغه الاسبانيه او بتتكلم باللغه الايطاليه ممكن، وبالتالي ان اللغه اللي انا هصمم بيها الاعلان لازم تبقى ماشيه مع الناس اللي انا بستهدفها. على عكس ممكن مثلا في لو اتكلم على الافارقه، افارقه ممكن تلاقي مثلا تونس او المغرب او الكلام ده بيتكلموا اللغه الفرنسيه، ممكن تلاقي مثلا المصريين او الليبيين بيتكلموا باللغه العربيه، ممكن تلاقي تحت في جنوب افريقيا او زامبيا او غيرها بيتكلموا باللغه الانجليزيه مثلا. وبالتالي لما تيجي تصمم الاعلان ممكن نفس الاعلان اللي هيتعرض في مصر هيتعرض في زامبيا هيتعرض مثلا في تونس، ولكن اللغه نفسها مختلفه. فهمنا؟ اللغه اللي انا هصمم بيها الاعلان،
كمان اتفقنا ان الفان اللي هو او الراجل فيمس او الموديل بتاع الاعلام ممكن يختلف، فشرحنا الكلام ده بالتفصيل. قلنا ممكن مثلا بيبسي تستعين بمحمد صلاح عشان تعمل اعلان يخاطب مصريين، ممكن تستعين بميسي عشان تعمل اعلان يخاطب مثلا الناس امريكا اللاتينيه، او ممكن تخاطب مثلا على سبيل المثال يعني رونالدو او غيره عشان مثلا اسبانيا ولا البرتغال ولا فاهمينها. وبالتالي اكوردنج للفئه اللي انت بتستهدفها بتختار الموديل اللي انت هتستخدمه في الاعلان، بتحدد اللغه اللي انت هتستخدمها في الاعلان، بتحدد الالوان والديزاين بتاع الاعلان، بتحدد الاكوردنج للفئه اللي انت بتستهدفها، بتحدد ايه الكلمات او ايه المحتوى الكونتنت اللي انا بحطه في الاعلان. ودايما بتكلم على اعلان لازم تفكر في كل البدائل، يعني ممكن الاعلان يبقى في التلفزيون، ممكن يبقى في الراديو، ممكن يبقى في بيل بورد، ممكن يبقى اعلان على السوشيال ميديا. فلما نيجي نتكلم على الايفالويشن والديزاين والكلام ده، قدر المستطاع اعمل ديب اناليسز، قدر المستطاع اختار مالتيبل الترناتيفز، قدر المستطاع ابتدي اعمل كاستمايزيشن للانواع المختلفه للاعلانات. والله لو انت عندك وقت ممكن تديزاين كمان، يعني تعمل سامبل لبانر، تعمل سامبل ل يعني الاعلان نفسه تيجي تفرجني عليه. كل دي كلها طبعا بتزودك في الدرجات. فانا مش عايز يعني مش عايز سؤال زي ده جاوبه لي في سطرين، السؤال زي ده ممكن يجاوب في 3 4 صفح، عشان بس يعني ايماجين، تخيل يعني اعتبر السؤال ده عليه مثلا وليكن 10 درجات او 8 درجات بالظبط، لو قلنا ده 8 واللي تحتيه 7 ال 15 درجه بتاع السؤال الاولاني، فسؤال عليه 8 درجات، يبقى انت لازم تجاوب اجابه تستحق اديك ال 8 درجات. فقدر المستطاع حاول تعمل ديب اناليسز، حاول تدي امثله، حاول تعمل زي ما اتفقنا يعني لو عرفت تعمل حاجات ديزاينز او تصميمات او شويه رسومات او اشكال تبينها لي، تصميم لبانرز او تصميم لصفحه على فيسبوك او غيرها، ممكن نستعين طبعا بالانترنت، ممكن نجيب تصميمات، ممكن نعمل يعني لو دخلت كتبت بيبسي مثلا ادفرتايزمنت هتلاقي مئات الاعلانات بتاع بيبسي. فتخيل بقى ممكن تعمل بيبسي ادفرتايزمنت مثلا في افريقيا او في امريكا اللاتينيه او في امريكا، هتلاقي اللوجو بتاع بيبسي واحد والكالر بتاع اللون الازرق واحد، ولكن الاعلان نفسه مختلف. الموديل اللي انا بستخدمها في الاعلان هتبقى مختلفه، الكلمات بتاعت الاعلان، الفونت بتاع الاعلان، مثلا على سبيل المثال اللغه اللي انا بصمم بيها الاعلان هتلاقيها مختلفه. هو ده اللي عايز يلعب على الحته دي. هرجع لك يا غازي، هخلص بس الكيس ستادي وبعد كده هشوف اللي عنده اسئله. طيب فده السؤال الاولاني اللي هو evaluate the segmentation and the targeting variables that Pepsi should consider in its advertising when it narrows its marketing offer for regular Pepsi Cola to soda drinker younger than 25 Latin people. وبتكلم على الافريكان وكمان American and sports fans. طيب السؤال الثاني بيقول لك it was also noted that in the case study that a substantial portion of young people don't consider diet soda cool particularly men. يعني بيقول لك ان في بعض الناس ما بيحبوش الدايت صودا او ما بيعتبروهاش يعني مذاقها يستمتعوا بيه زي البيبسي العادي، خصوصا الرجاله، يعني ده من وجهه نظرهم. يعني بيبسي is trying to change the consumer's negative attitude. طبعا زي ما انتم عارفين ان البيبسي العاديه فيها سكريات عاليه، وبالتالي ممكن تأثر على الصحة، ممكن تأثر على السمنة، تأثر على الكلى، تأثر على العظام، تأثر على حاجات كتيرة. فهم عشان يحلوا المشاكل الصحية اللي خاصة بالكولا بصفة عامة ابتدوا يستخدموا الدايت. فطبعا الدايت السعرات الحرارية نسبيا بتبقى أقل من السعرات الحرارية في البيبسي العادي، فعشان يعني حفاظا على الصحة وعشان يقلل المخاطر بتاعت البيبسي وعشان الناس اللي بتعمل دايت، ويعني ليها بعض المميزات. هي طبعا استيل برضه فيها مشاكل على العظام وليها مشاكل على الكلى، يعني ستيل يعني الناس اللي بتشرب بيبسي كتير بيأثر على الكبد وبيأثر على الكلى، بس يعني هو ستيل يعني زي ما اتفقنا ان الدايت احسن من البيبسي كولا، ولكن برضه ليها مخاطر او ليها المشاكل بتاعتها. فنرجع مره ثانيه، فبيقول لك في بعض الناس ما بتحبش الدايت وبتحب البيبسي العادي اللي هو اللي فيه سعرات حراريه، طب احنا ازاي نقنع الناس اللي ما بتحبش الدايت نقنعهم بالبيبسي دايت معايا؟ فهو ده الهدف من السؤال الثاني. فالسؤال الثاني بيقول لك ايه؟ It also noted that in the case study that a substantial portion of young people don't consider diet soda cool particularly men. Pepsi is trying to change
the consumer's negative attitude and persuade them about diet soda. يبقى انت في الحته اللي زي دي لازم تشوف بقى كانك بتعمل مقارنه ما بين البيبسي العادي والبيبسي الدايت. ايه المميزات اللي موجوده في البيبسي الدايت عشان وانت بتعمل الحملات الاعلانيه تركز على المزايا اللي موجوده في البيبسي دايت. واضحه؟ كنوع من انواع الاقناع اللي انا اقنع الناس اللي ما بتحبش البيبسي دايت اللي هم يشربوا بيبسي دايت عشان يعني اضرارها اخف او زي ما اتفقنا المشاكل بتاعتها يعني اخف من البيبسي العادي. طيب بعد كده بقى ابتدى يتكلم يقول لك according to the persuasion facet in advertising. اخر محاضره احنا خدناها، احنا خدنا ان في موديل، الموديل ده خاص بالفاسيت موديل وشرحناه بالتفصيل المره اللي فاتت. بيقول لك correctly analyze the factors that drive consumer persuasion about products. يبقى انت محتاج ترجع لاخر محاضره وتقرا الموديل او الفاسيت موديل اللي احنا شرحناه، وفي نفس الوقت تعرف ايه الفاكتورز اللي احنا بنتكلم عنها. كل الكلام ده قلناه المحاضره الاخيره اللي فاتت على طول يعني، وتحاول تعمل بقى ايه، تعمل اسقاط او ابلاي للسايتس اللي انت اتعلمتها على الكيس اللي احنا مش بنشرحها. واضح شباب؟ فهنرجع مره ثانيه للفاسيت موديل، هوريكم بس شكل الموديل عشان تبقى انتم مستوعبين الكلام ده. طبعا قلناه المحاضره اللي فاتت بالتفصيل. بصوا يا شباب هعمل لكم شيرنج يعني للصفحه. ده الفاسيت موديل اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت وشرحنا كل الايتيمز دي بالتفصيل، فانت محتاج ترجع بس للفصل الرابع وتقرا على الفاسيتس موديل اوف افكتس. فهو طبعا بيتكلم على سته بيلرز، بيتكلم على السي اور هير، بيتكلم على فيل الثينك الكونكت البليف الاكت اور دو، ولغايه اخر الشابتر بيشرح بقى الكلام ده بالتفصيل وبيديك امثله عنها بالتفصيل. فهو عايزك تطبق الموديل ده في الكيس ستادي، فانت محتاج برضو تراجع. الناس اللي ما ذاكرتش محتاج تراجع على الموديل. يعني زي على سبيل المثال فاكرين احنا حتى شرحنا دي وقفنا عليها المحاضره اللي فاتت لما كنا بنتكلم ان شركه كوكاكولا كانت عامله حته ايموشنال كده وعامله على سبيل المثال مكنه، المكنه دي بتحضن المكنه تنزل لك الكام بتاع البيبسي، حتى كانت مسميها هاجمي يعني على سبيل المثال. شرحنا الكلام ده بالتفصيل المره اللي فاتت. فانا كل اللي انا عايزكم ترجعوا للفاست موديل تقروه، وفي نفس الوقت تقول لي بقى هتعمل ازاي تغير البيهيفير او النيجاتيف بيهيفير بتاع الكونسيومر باي يوزنج الفاكتورز اللي موجوده في فاسيتس موديل. طيب انا كده خلصت اول سؤال في الامتحان او في الاساينمنت. مين عنده سؤال؟ اتفضل يا غازي. غازي كان عندك سؤال؟ لا لا ما كانش عندي سؤال، هو بس كان في حاجه ما كانش عارفه تخش بس هي خلاص ده. طيب ما فيش مشكله. طيب حد عنده سؤال في اول يعني جزء في الاساينمنت؟ امنيه الصوت مش واضح، مش سامعك. بس عندي مشكله في نمبر 1 حضرتك كده سامعني؟ اه اتفضلي. مش سامعك امنيه. اوكي برضه. هو المفروض يعني اعمل انا الو؟ اه سامعك يا امنيه بس واضح ان انت عندك مشكله في الكونكشن في الانترنت كونكشن. اه عندي نتورك وحشه قوي. طيب اتفضلي. اوكي هو انا بس في نمبر 1 المفروض اعمل سيجمنتيشن وتارجتنج للناس اللي انا عايزه اشربهم الدايت كوك؟ يس. اه اوكي تمام ماشي. يس انا زي ما قلت لكم عشان اعمل سيجمنتيشن لازم افهم الكيس ستادي كويس جدا. انا مستوعب يعني ايه نقاط القوه او الكومبيتيتيف ادفانتج اللي عندي اللي انا عايز اظهرها في الاعلان، لازم ببقى مستوعب. خلي بالك ان اي منتج الاعلان في حد ذاته هو بيبين نقاط القوه اللي في المنتج اللي احنا بنسميها السيلينج بوينتس او احيانا بنسميها الكومبيتيتيف ادفانتج الميزه التنافسيه. فانت محتاج تبقى انت فاهم كويس قوي. عشان كده قلت لكم ادخلوا على الانترنت ما عنديش مشكله خالص، ادخل واقرا وذاكر ويعني احنا قلنا ان الاوبن بوك اكزام انت عندك ميزه ان كل المصادر مفتوحه قصادك، فانت ممكن تدخل على الانترنت على ويكيبيديا او حتى على جوجل وتعمل سيرش مقارنه ما بين الدايت ما بين والعادي وتعرف ايه الفرق ما بين الاثنين عشان تعرف تقنع الناس بالمزايا اللي موجوده في الدايت. فانت اوريدي لازم انت شخصيا تبقى عارف ايه المزايا اللي موجوده فيها. واضح شباب؟
فانت ما عندناش مشكله، استخدم الانترنت لو انت حابب اتفرج على اعلانات على شركه بيبسي على الانترنت سواء في مصر او بره مصر، عشان هو هنا بيقول لك انا عايزك تصمم اعلان في الامريكان بيبلز، وبيتكلم على الافريكان وبيتكلم على اللاتين بيبل، وبالتالي فانت محتاج انت كمان تبص على شويه افكار عشان تفيدك في عمليه الاناليسز. زي ما قلت لكم الامتحان غير تقليدي، يعني غير الامتحانات التقليديه اللي انتوا بتمتحنوها في الجامعه، الامتحان بيعتمد على الكرياتيفيتي، بيعتمد على يعني الـ زي ما بنقول الثينك اوت اوف ذا بوكس. كل ما تعمل ديب اناليسس افضل، كل ما تعمل اناليسس بطريقه فيها ابداع، كل ما انت هتاخد درجه عاليه. فهمنا؟ فهو الامتحان السهل الممتنع، يعني ما برضو ما تاخدش الامتحان يعني هياخد منك شويه تركيز، هياخد منك شويه يعني سيرش على الانترنت، وفي نفس الوقت هتعرف تجاوب الاسئله ان شاء الله مش صعبه يعني. مين عنده سؤال تاني يا شباب؟ الناس ما تنساش تكتب اسمها في الاتندنس، الاسم والاي دي ورقم التليفون والفرع. فاحنا بنكتب الاسم والاي دي والفرع، ما ننساش عشان بس الاتندنس. في بعض يا دكتور انا عندي سؤال. اتفضل اتفضل يا غازي. في اول واحده يعني هو مكتوب younger than 25 ولاتينوز ومش عارف ايه وكده، ده بقول بقى يعني عشان هو اختار لاتينوز مثلا فده اسم السيجمنتيشن ده ايه مثلا؟ لا هو الراجل بيقول احنا اتفقنا مع بعض ان السيجمنتيشن بتتم باكتر من طريقه، من ضمنها الجيوغرافيكال لوكيشن. فهو الراجل بيحاول يعني يسهل عليك، يقول لك انا عايز اعمل اعلان موجه للاتين بيبول، موجه للافارقه، موجه لامريكا اللاتينيه او امريكا بصفه عامه يعني. وبالتالي انت عندك يبقى الاعلان هنوجهه يعني مثلا هو ما جابش سيره مثلا الهند، ما جابش سيره الصين، ما جابش سيره مع ان بيبسي بتتباع هناك، ولكن انا هعمل حمله اعلانيه اوجهها ناحيه ال زي ما قلت لك امريكا اللاتينيه او امريكا يعني الشماليه والجنوبيه، وكمان ناحيه افريقيا وناحيه بس هم دول اللي اتكلم عنهم. وبالتالي وانت بتصمم الاعلان لسه كنت بقول لكم اول تيب يعني اول تيبس اند تريكس يعني كنت بقول لكم اللغه. فقلت لك ابسط حاجه انت لو عملت اعلان باللغه العربيه احنا كمصريين هنشوفه، التوانسه العربي عندهم مكسر، الناس اللي في جنوب افريقيا مش هيفهم حاجه في الاعلان، الناس طب نعمل اعلان بالانجلش برضو مش كل المصريين بيتكلموا انجلش، فطبيعي هتلاقي في بعض الناس اللي يعني ماتيور انف او الناس اللي عندها ويل ادوكيتد هتفهم الاعلان وتتفرج عليه وتستوعبه. ولكن لو الاعلان بالانجلش وعندك حد ما بيعرفش يتكلم انجلش او مش يعني مش هي اللغه الاساسيه، فهتلاقي في الاخر بيتفرج على الاعلان ومش فاهم حاجه. يعني ابسط حاجه بكلمك اللغه، ابسط حاجه اللغه اللي هنكتبها في الاعلان. فانت لازم تبقى انت عارف بقى امريكا اللاتينيه اللغه اللي هم مفضله ليهم، بنتكلم بقى على الاسباني، بنتكلم على الايطالي على حسب يعني الدوله، وبنتكلم على مثلا افريقيا، افريقيا طبعا فيها جنسيات مختلفه او فيها مثلا دول مختلفه، بس يعني الموست كومن بنتكلم في اللغه العربيه، اللغه الفرنسيه، اللغه الانجليزيه، هم دول الموست كومن في افريقيا يعني. بس طبعا امريكا الشماليه كندا او المكسيك او الولايات المتحده الامريكيه اللغه الانجليزيه. واضحه يا شباب؟ في طبعا دكتور يعني انا بعمل اعلان واحد لكله ولا مش اعلان واحد لكله. انا بعمل كاستمايزيشن للاعلان على حسب الفئه اللي انا بستهدفها. يعني اليونجر ذان 25 ادخلوا على اليوتيوب واعملوا مثلا بيبسي ادفرتايزمنت. لو دخلت على اليوتيوب وعملت اعلانات بيبسي هتلاقي في عندك اشكال مختلفه من الاعلانات، وهتلاقي عندك لغات مختلفه من الاعلانات، وهتلاقي عندك يعني المودلز اللي بيصوروا الاعلان مختلفين. كانت مثلا مره مثلا بيبسي عامله مع بريتني سبيرز، كانت عامله معاها حمله اعلانيه، وكانت مره مثلا بيبسي عامله مع عمرو دياب، ومره مع تامر حسني، ومره مع محمد صلاح، ومره مع بيبسي، مره مع ميسي، وهكذا. وبالتالي فانت بتلاقي ان بيبسي نفسها انترناشونال براند بيبيع في كل حته، ولكن هو بيعمل كاستمايزيشن للاعلان على حسب الفئه اللي انا بستهدفها. واضحه؟ ايوه دكتور. يعني في الاجابه اكستمايز اعلان younger than 25 مختلف عن الافريكان امريكان. ايوه ما انا بقول هو هنا حدد لك السن. انا بلعب للناس اللي اصغر من 25 سنه، فلو انا بلعب على الديموغرافيك يبقى انا خلصت من حته الايدج. طيب الجيوغرافيك سيجمنتيشن هو قال لك انا هوجه الحمله الاعلانيه لامريكا اللاتينيه وامريكا الشماليه وافريقيا. هو طب بالنسبه للبيهيفير قال لك انا هوجه الحمله الاعلانيه للسبورتس فانز، الناس الرياضيين على سبيل المثال.
عشان طبعا لسه كنا بنقول ان الدايت بيبسي السعرات الحرارية بتاعتها نسبيا اقل من العادية، او في بعضهم زيرو كالوريز كمان، وبالتالي الناس الرياضيين، الناس اللي بتلعب كورة، الناس اللي بتلعب باسكت بول وغيرها، فدول اهم حاجة عندهم برضو الفيتنس، اهم حاجة عندهم يعني الحاجة اللي بيشربها يكون دايت. فهو بيقول لك من وجهة نظره ان الفئة دي البيهيفيرال، لو انا بتكلم على البيهيفيرال سيجمنتيشن، الفئة دي هيبقوا اكتر ناس نقنعهم بسهولة اللي هم يشربوا زيرو بيبسي او بيبسي دايت وما يشربوش البيبسي العادي. يعني اعلانات مختلفة. انت بتعمل سامبل، يعني انت هنا في الاول هنيجي هنا على سبيل المثال نشرح السيجمنتيشن، هنقول انا هعمل سيجمنتيشن اكوردنج للجيوغرافيك وهركز على كذا، اكوردنج للديموغرافيك هركز على كذا، اكوردنج للبيهيفيرال هركز على كذا. وبعد ما خلصنا خلاص سيجمنتيشن، طب هتعمل زي كاستمايزيشن بقى للاعلانات اللي عندك، وزي ما قلت لك بدل ما بتكلم على اعلانات يبقى انا بتكلم على يعني different types of advertisement. ما تركزيش بس على اعلانات التلفزيون، اعلانات التلفزيون دي احد الوسائل الخاصه بالاعلانات. طب هتعمل كاستمايزيشن ازاي للاعلانات على حسب تلاقي بقى يعني تخاطب الفئه المستهدفه. هو ده السؤال، فانت لازم تبقى انت فاهم السؤال عشان تعرف تجاوبه. طيب السؤال الثاني غير كده، السؤال الثاني بيقول لك الناس اصلا مش مقتنعه بالبيبسي، خصوصا الرجاله، خصوصا فانت ازاي نقنعهم؟ فاحنا عايزين نلعب على حته البرسيويشن فاست موديل اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه المحاضره الاخيره. وبالتالي فانت قول لي ازاي بقى هتقنع الناس باستخدام الفاست موديل. وطبعا برضو سؤال مفتوح اوبن، فانت هتقرا وتذاكر الفاست موديل وبعد كده هتبتدي بقى تبدع في التفكير، ممكن اعمل كذا، ممكن ادي فري سامبلز عينات مجانيه، ممكن يعني شوف بقى هتفكر ازاي. انا مش عايز اغششك الاجابه بس انت بقى بشوف هتقنع الناس ازاي. يعني واضح شباب؟ السؤال محتاج تفكير؟ محتاج تفكير، بس ان شاء الله انتوا يعني هتجيبوه يعني باذن الله يعني. طيب ندخل بقى على السؤال الثاني. حد عنده سؤال في الاولاني الاول؟ حد عنده اي استفسار، حاجه مش واضحه، حاجه نشرحها؟ خلصنا كده السؤال الاول، حد عنده اي حاجه في السؤال الاول قبل ما ندخل على الثاني؟ تمام كده. طيب السؤال الثاني برضو يعني هو معتبر سهل وما يعتبرش صعب، بس هو يعني هو بيقول لك discussion critical analysis and the appraisal. رقم واحد، هو طبعا هم ثلاثة يبقى كل واحد عليه خمس درجات، يبقى احنا قلنا السؤال عليه 15 درجة، وبالتالي انا عندي 3 items يبقى كل واحدة من دول عليها خمس درجات، مفهومة يعني. فأول واحدة بيقول لك يعني elaborate with examples the key characteristic that signify successful brands. بيقول لك ايه الـ يعني الخصائص المهمة اللي لازم اركز عليها عشان اعمل براند قوي او براند ناجح. يعني لو انا عندي مثلا، واحنا ليه بنقول ان مثلا شركة ابل البراند بتاعها قوي، او ليه بنقول مثلا شركة بي ام دبليو او شركة امازون او شركة اي شركة يعني من الشركات الويل نون. وبالتالي في بعض الكي كاركترستكس كده، او في بعض يعني الخصائص اللي بتميز البراند القوي عن البراند العادي. فانت برضو عشان تفهم السؤال ده محتاج ترجع للشابتر اللي اتكلمنا فيه على البراندنج، كان شابتر نمبر 2. فلو رجعنا للشابتر نمبر 2 اللي احنا شرحناه مع بعض في الكورس، الشابتر نمبر 2 كان بيتكلم على البراندنج، وكان بيتكلم على السكسسفول براند، وكان بيتكلم على البراند ايدنتيتي والبراند يعني البراند ايكوتي، وكان بيتكلم على البراند بيرسوناليتي. فاكرين شرحنا الكلام ده في شابتر نمبر 2؟ فانتوا برضو نفس القصه، محتاج ترجع تعمل ريفيو سريع او ريفريشمنت سريع لشابتر نمبر 2 بقى، تكتب تحل السؤال ده وما تنساش تقول امثله زي ما انا لسه بقول لك، مثلا ابل، امازون، مثلا بي ام دبليو، كوكا كولا، بيبسي. دكتور اتفضل. يعني انا المفروض بقول الحاجات اللي بتخلي البراند سكسسفل؟ يس، مع ذكر امثله. خلاص، عشان اعرف اجاوب السؤال ده محتاج اراجع على شابتر نمبر 2 زي ما قلت لكم في الكتاب او في الباوربوينت اللي انا بعتها لكم. طيب السؤال الثاني برضه شرحناه المحاضره اللي فاتت. Evaluate the examples, evaluate with examples the differences between the so, يعني social او societal and the communication rule of advertising. قلنا الكلام ده المحاضره اللي فاتت، قلنا احيانا الاعلانات بيبقى ليها جزء خاص بالسوشيال ريسبونسبيلتي او المسؤوليه المجتمعيه.
فهنا بيقول لك اشرح مع ذكر امثله الفروقات اللي انا اعمل حمله اعلانيه الهدف منها اللي انا مثلا ابيع منتج او ابيع خدمه او اعمل اويرنس لمنتج او خدمه، او الهدف منها اللي انا اعمل مسؤوليه مجتمعيه او اللي انا اقدم خدمه مجتمعيه. فزي ما اتفقنا انا ممكن اعمل اعلان مثلا لمستشفى مجدي يعقوب، لمستشفى 57، لاي يعني من المستشفيات الخيريه او الجمعيات الاهليه، او ممكن اعمل اعلان اويرنس زي مثلا انت اقوى من المخدرات اللي كان برعايه مش عارف وزاره البيئه ولا وزاره الصحه ولا ايه. ممكن مثلا اعمل اعلان ل 100 مليون صحه عشان اشجع الناس اللي هم يطمنوا على صحتهم، والناس اللي عندها بريست كانسر، الناس اللي عندها فيروس سي، الناس اللي عندها مثلا سكر ضغط. فدي كلها هي حمله اعلانيه موجهه ليها سبونسرز طبعا اللي هو وزاره الصحه، ولكن الهدف منها ان انا ارفع من الناحيه الصحيه او الخدمات الصحيه اللي موجوده في الدوله. فده الهدف منها سوسايتال على سبيل المثال. او ممكن اعمل حمله اعلانيه ان انا ابيع منتج عادي خالص زي ما كنا بنتكلم على بيبسي. فانا ممكن اعمل حمله اعلانيه عشان ابيع منتج او اعرف الناس المزايا اللي في المنتج او ازود مبيعات منتج او اعمل يعني ريمايند للناس للمنتج. فهنا بيقول لك evaluate with examples، يعني اشرح الفروقات اللي ما بين السوسايتال والكوميونيكيشنز رول اوف ادفرتايزنج مع ذكر امثله توضيحيه. وبرده ده شرحناه المحاضره اللي فاتت، فانتوا لو رجعتوا المحاضره الاخيره هتلاقي فيها الكلام ده مشروح بالتفصيل الاسبوع اللي فات. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث هو فيه برده حته كرياتيفيتي. يعني انا متوقع ان السؤال الاول والثاني لو انتوا قريتوا الشابتر 2 وشابتر 3 هتعرفوا تجاوبوا السؤال الاول والثاني مع ذكر امثله توضيحيه. طبعا بقى افتح دماغك العنان بقى واقعد اشرح، ادي امثله من عندك مفيش مشكله خالص. عايز تنزل صور اعلانات زي ما اتفقنا فري سامبلز وتحطها في الـ يعني الحل بتاعك ماشي. لسه كنت بقول لك مثلا انت اقوى من المخدرات، فانت ممكن تنزل البانر بتاعها وتحطها كمثال. مثلا لسه كنا بنتكلم على حمله 100 مليون صحه ماشي، يعني هتلاقي فيها كلام كتير يتقال. ممكن تعمل حمله تبع الدوله عشان نعرف الناس مثلا خطورة الإرهاب، الأمن القومي بتاع البلد، ممكن زي ما بيحصل مثلا في قناة سي بي سي وقنوات النهار وغيرها. يعني ممكن تعمل حملات إعلانية لهدف منها داخلين مثلا على رمضان على العيد كل سنة وطيبين، فبتهنئ الناس بتقدم لهم مثلا يعني أوفرز عشان يعني خصومات عشان خاطر العيد ماشي، ما عنديش مشكلة. فهتلاقي في بعض الإعلانات احنا بنعملها الهدف منها ترويجي، وفي بعض الإعلانات الهدف منها مجتمعي. فهنا بيتكلم على كده الاعلانات اللي هدف منها ترويجي والاعلانات اللي هدف منها مجتمعي بس. فانت بتقارن ما بين الاثنين وبتدي امثله. السؤال الثالث هو ده اللي محتاج تركيز شويه. يعني السؤال الاول والثاني زي ما قلت لك دول بسيط خالص، انت لو قريت الشابتر 2 وشابتر 3 هتعرف تجاوب السؤال الثاني والثالث، يعني مش هيبقى فيه مشكله، او شابتر 3 تحديدا يعني. طيب السؤال الثالث بيتكلم على critically illustrate with examples the common types of layouts that creative and art directors may use in magazine and brochures advertisements. دي برضو محتاجة تركيز شوية أو محتاجة برضو إبداع، يعني العملية برضو فيها creativity. دلوقتي هو بيركز على حاجتين، بيركز على استخدام المجلات والبروشورز. فبيقولك يعني هنا مش بيتكلم على إعلانات في التلفزيون ولا إعلانات على سوشيال ميديا ولا أي إعلانات، هو بيتكلم هنا على نوعين بس، بيقول لك على تصميم المجلات وعلى البروشورز بصفه عامه. يبقى انت في الاجابات بتاعتك هتبقى انت برضو مركز على التو تايبس دول عشان هو قالهم لك صراحه يعني في الكيس ستادي. بيقول لك كريتيكالي الستريت ويز اكزامبلز، يعني اشرح يعني بامثله ذا كومن تايبس اوف لاي اوت، يعني شكل اللاي اوت سواء بقى بتاع مجازين. على فكره المجازين برضو ممكن تبقى فيرتشوال، يعني ممكن مثلا يبقى في مجازين اونلاين او ممكن برضو يبقى فيه بروشور، بس يعني عاده المجازين بتبقى مطبوعه، يعني ما بتبقاش يعني اونلاين، بتبقى مطبوعه وبتتوزع. يعني زي زمان كان عندنا مثلا يعني مجلات بتتباع زي مجله علاء الدين ومجله كذا، ففي مجلات بتتباع. يعني هو هنا بيتكلم سبيشال، يعني نعتبرها برينتد يعني عشان ما نتلخبطش نفسينا، فبنتكلم على الحاجات المطبوعه. فهنا بيقول لك بقى ايه الكومن تايبس اوف لاي اوتس. لو انا مثلا هصمم على سبيل المثال، لو انا هصمم مجله، تفتكر بقى اللاي اوت بتاعها يبقى يعني مثلا المقاس بتاعها كام في كام؟ اكيد فيها ستاندرز. طب انا ما اعرفش الكلام ده، هدخل اعمل سيرش. يعني تخيل انت هتصمم مجله، تخيل انت طلب منك تعمل مجله في الجامعه على سبيل المثال. طب هتعمل المقاس بتاعها كام في كام؟ ايه الالوان اللي انت هتستخدمها مثلا في الطباعه؟
ازاي مثلا هتحط صوره الغلاف، هتحط مثلا عدد صفحات المجله هيبقى وزن كام بيج. يعني ممكن تلاقي مثلا مجله وزن مثلا 20 30 بيجز، ولكن مش هتلاقي مجله 500 بيجز، ده ساعتها هيبقى كتاب بقى مش هيبقى مجله. فهمنا؟ فهنا بيتكلم على الكومن تايبس اوف لاي اوت ذات كرييتيف اند ارت دايركتور مي يوز ان ماجازين اند بروشور ادفرتايزمنت. نفس القصه لو انا بتكلم على البروشورز، طب ايه نوعيه المعلومات اللي بتحط في البروشورز؟ يا ترى بحط معاها صور ولا بحط يعني كلام بس، ولا الفونت يبقى شكله عامل ازاي؟ وبرده ممكن اجيب امثله عشان بس اقنع يعني اقنع الدكتور بوجهه نظري. ممكن تقول ان معظم الناس بيستخدموا المقاسات الفلانيه وتحط سامبلز، معظم الناس بتختار الالوان الفلانيه وتحط سامبلز، معظم الناس بتخلي شكل المجله بالطريقه الفلانيه وتحط سامبلز على سبيل المثال. وبرده نفس القصه بالنسبه للبروشورز، واضحه؟ فدي محتاج منك يعني تدخل تعمل سيرشنج على الانترنت، بس هتعرف تجاوب السؤال، هو مش صعب على فكره، بس هو زي ما قلت لك هو محتاج يعني تركيز شويه. مين عنده اسئله يا شباب؟ انا كده خلصت. هو نمبر 2 بس يا دكتور معلش، انا ما في يعني انا هنعمل الديفرنسز بين السوسايتال والكوميونيكيشن رولز اوف ادفرتايزنج، اللي هو السوسايتال اللي هو يعني مش فاهمه، فاهمه السوسايتال والكوميونيكيشن؟ طيب ما احنا قلت لكم في الاول، احنا قلنا ان الاعلان ممكن يبقى الهدف منه خدمه مجتمعيه، وممكن الاعلان يكون الهدف منه ان انا بوصل معلومه للعميل. يعني هرجع لكم شابتر نمبر 2 شابتر نمبر 3 كمان. ثانية واحدة. لما كنا بنشرح مع بعض على الكوميونيكيشن موديل كنا قلنا مع بعض ان انا ممكن الاعلان نفسه يكون الهدف منه يا اما تو انفورم، ادي معلومه جديده، يا اما تو بيرسويد، اقنع عميل بمنتج او بخدمه او بحاجه بقدمها، يا اما يكون تو ريمايند، افكر العميل بيا. فانت ممكن تدي امثله على كل واحده من الثلاثه، اللي يا اما تو انفورم، يا اما تو بيرسويد، يا اما تو ريمايند. طب نفس القصة، احنا اتكلمنا على societal role advertisement، كنا بنتكلم على الدور المجتمعي من الإعلانات وشرحنا الكلام ده بالتفصيل، وقلنا من خلال الدور المجتمعي ممكن أعمل awareness لمشكلة معينة، ودينا مثلا مثال مثلا على سبيل المثال التضخم الأسعار، فممكن تكون دي مشكلة وأنا أعمل إعلان عشان أوعي الناس، أو ممكن أعمل مشكلة زي مثلا التنمر على سبيل المثال. فانا يعني فاكرين حتى المثال اللي احنا قلناه ده، كنا احنا شرحناه في يوم يعني من المرات، كنا بنتكلم على سبيل المثال التنمر. فانا تخيل مثلا انا عامل اعلان زي الاكزامبل اللي هو مديهولك في الكتاب، اللي انا بعمل اعلان عشان خاطر اوعي الناس ب لو في نوع من انواع التنمر زي مثلا الابيض والاسود بالنسبه للاجانب، بتلاقي عندهم تفرقه عنصريه ما بين البشره البيضاء والبشره السوداء، وبالتالي بيبقى في نوع من انواع التنمر على الناس اللي هم الناس البلاك بيبول يعني، او الناس البشره السمراء. فانا ممكن مثلا اعمل اعلان الهدف منه ان انا اوعي الناس من خطوره موقف معين، او اشجع الناس اللي هم يتبرعوا مثلا لمؤسسه معينه، او اعمل اعلان الهدف منه مثلا ان انا اوعي الناس اللي احنا فاكرين كنا حتى بنتكلم على الايثيكال ريسبونسبيلتي. فانت هتلاقي الكلام ده كله موجود في شابتر نمبر 3. هتلاقي يعني الهدف من السؤال بيتكلم على زي ما قلت لك الجزء السوسايتال او الجزء المجتمعي من الاعلان اللي احنا بنقدمه. معايا؟ عندك سؤال امنيه ولا تمام كده؟ لا خلاص فهمت يا دكتور. طيب طيب هنطلع بقى بريك يا شباب، وبعد البريك ناخد بس الفصل الخامس. الفصل الخامس سهل جدا، مش هياخد معانا نص ساعة وخلاص على كده، هنوقف على محاضرة النهاردة على كده. فنطلع بريك ونطلع خامس إن شاء الله. فصل خامس بيتكلم على السيجمنتيشن والتارجتنج والبوزيشننج، وانتوا طبعا خلاص عارفينه موجود في الفصل الخامس، وكمان في كونسيومر بيهيفير سلوك المستهلك. بس أنا هشرحه لكم ليه عشان مي بي الأناليسيس بتاع الكيس ستادي. فهنطلع بريك ناخد الفصل الخامس إن شاء الله. أوكي دكتور. جود لك يا شباب، سلام عليكم.